اهلا بحضراتكم من جديد ومتابعه لفقرات مصر جميله. شكرا جزيلا لزميله نهى الحجازي، تعرفنا كتير قوي ومعلومات مهمه جدا في اللقاء السابق عن طبعا التنميه الزراعيه واللي بتقوم بيه مصر في الفتره الاخيره، وده بالتاكيد هيفيدنا لسنين طويله قدام. النهارده كمان بنتكلم على موضوع لا يقل اهميه عن التطور وعمليه البناء اللي بتقوم بيها البلد، فكره تنميه التفكير الابداعي عند اولادنا. الجيل اللي طالع ده هو اللي هيرث هذه البلد بعد ما احنا خلاص نأدي مهمتنا. الورث ده مهم جدا. كل الأرقام الضخمة اللي بتصرفها الدولة في البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبيرة، الجيل ده هو اللي هيقود مصر بعد كده في مصاف دول متقدمة، ده اللي احنا بنتمناه. فبالتالي لازم يكون عنده تفكير مختلف وهو التفكير الإبداعي. ده بيقف على مين؟ على الطفل ولا على الأهل اللي هم بيقوموا بعملية التربية؟ طب وانهي أشمل، التربية ولا التعليم ولا التربية والتعليم مع بعض؟ أسئلة مهمة جدا وكتيرة جدا وملف غاية في الصعوبة، ملف التعليم عندنا. وأعتقد أنه جزء مهم أن احنا نناقشه في حياتنا اليومية بالتأكيد. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم. برحب بالأستاذ دكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بيك يا فندم. أهلا، صباح الخير على حضرتك، نورنا دايما دكتور تامر. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. يعني السؤال، يعني زي ما بنقول دايما احنا بنتكلم على انه احنا من ولادنا عايزينهم نشوفهم في أحسن صورة، بنوفر لهم تعليم كويس جدا، حياة يعني كريمة بنقدر نوفرها، لكن في الآخر احنا عايزين نغير فكر ونمط تفكير بتاع ولادنا اللي احنا تربينا عليه على الأقل، زائد انه دخل عليها مدخلات مهمة جدا زي التكنولوجيا. هي ساعدت في تنمية التفكير الإبداعي ده ولا قللت؟ فضل فندم. طبعا يا أستاذ طارق، الإبداع هو دلوقتي الوسيلة أو الأمل لكل أمة لتحقيق التقدم والازدهار، والمبدعين هم عقول كل أمة. طيب دلوقتي تقدم بتاع أي دولة غير مرهون بذكاء أفرادها، الذكاء ده بقى حاجة اعتيادية، لكن مرهون بقدرة أشخاصها أو أفرادها على الإبداع. طب يعني إيه إبداع؟ الإبداع بيعني في أبسط معانيه، ليه تعريفات كتير جدا، هو القدرة على حل المشكلات بطريقة جديدة مش بطريقة تقليدية، والقدرة على إنتاج حلول تتميز بالجدة والأصالة. يعني الجدة والأصالة؟ يعني حلول لم تكن موجودة من قبل. لو احنا واجهنا مشكلاتنا بنفس الطرق القديمة مش هنتقدم، بالعكس. احنا كدولة تحتاج الى تنمية مواردها الاقتصادية، لازم نهتم بالابداع. طب متى نهتم بالابداع؟ ما ينفعش اجيب شاب مثلا عنده 20-21 سنة او لحد اهتم بالابداع عنده، لا. الابداع بيبدأ، مش عايز اقول لحضرتك، من سن مثلا سنتين اللي انا ابدأ بتنشئة ابني على الابداع، ودوت بيبقى ليه سلسلة كتيرة من الأمور التي يجب أن تتوافق في الأسرة وفي المدرسة فيما بعد وفي المجتمع نفسه. طيب قبل ما أتكلم عنها، عايز أقول لك أو عايزين نتكلم عن إيه هي المحكات اللي بتقول إن العمل ده مبدع ولا غير مبدع. طيب أي عمل مبدع لازم تتوفر فيه مجموعة من الشروط. أول حاجة الجدة. يعني الجدة؟ إن العمل ده يكون جديد وما كانش موجود قبل كده. تاني حاجة المنفعة أو القيمة، بمعنى ان العمل الابداعي ده لازم يقدم حل لمشكله او صعوبه احنا بنعاني منها. لو هو بيقدم حل لمشكله احنا مش بنعاني منها مش هنحس بيها، مش هيبقى ليه قيمه. ثالث حاجه ان هو العمل الابداعي ده يكون ثابت في مجاله، يعني بيبقى فاضي، يعني بيظل سنوات عديده راسخ والناس كلها محتاجينه. مثلا زي الكمبيوتر، الكمبيوتر ده بقى له مثلا اكتر من 50 سنه الى الان كلنا محتاجينه، يبقى ده عمل مبدع وله قيمه. كمان من خصائص العمل المبدع ان هو لازم يكون متجاوز للقيود. لو انا التزمت بالقيود الحاليه مش هبقى مبدع، لازم اخترق هذه الايه القيود. كمان حاجه مهمه جدا جدا في الابداع حاجه اسمها الاخلاقيه. يعني الاخلاقيه؟ ان العمل المبدع عشان اطلق عليه ان هو مبدع لازم يكون يراعي القيم الانسانيه. صحيح. بمعنى لا ما اروحش اخترع مثلا حاجه تضر البشر تدمر البشريه واقول ان انا مبدع، لا. لو انا مثلا اخترعت حاجه مثلا في الطب او في الجراحه بتداوي المرضى، يبقى ده اسمه ابداع. تمام. طيب كمان لازم العمل ده يتسم بحاجتين، حاجه اسمها الاصاله والتكيف. يعني الاصاله زي ما قلت من شويه ان هو يكون عمل جديد. التكيف معناه ان هو يحل لي المشكله بطريقه ما تسببش مشكلات تانية. بمعنى انا ما اجيش مثلا اقول انا عامل بقى بيت وعامل عفش، اعمله بدل ما اعمله من خشب اعمله من الاسمنت.
ما ده ماشي هيحل لي جزء من المشكله بس هيجيب لي مشاكل ثانيه في البيت. تمام، دي محاكاه العمل المبدع. طيب انا كمسؤول او كاب او كمعلم عندي ابني امانه، لازم اراعي بعض الامور علشان انشئ ابني مبدع. ما ينفعش زي ما قلت من شويه اللي انا اخليه يكبر وبعد كده اقول له لا يا ابني انا ههتم بابداعك، لا. طب ايه الحاجات او القواعد التي يجب ان تتبعها اي اسره لتنميه الابداع لدى اولادها؟ اول حاجه اللي انا اتسامح مع اختلاف ابنائي، مش لازم ولادي يطلعوا اسطمبه مني. الكلام ده اللي هو التقليد او النمذجه دي بتؤدي الى قتل الابداع. لا، اسمح لابنك بالاختلاف، مش لازم يطلع تفكيره زيك. لو هو خلفك في امر او في اي موضوع رحب بيه، شجعه، دعمه، ده هيخليه يبقى عنده حماسه او عنده شجاعه او دافعيه اكتر ان هو يختلف تاني وتالت ويطلع حاجه جديده. تمام. حاجه تانيه اللي انا اشجعه على اللعب، اجيب له العاب، اجيب له ادوات. تمام. طب الادوات دي هتقول لي مثلا هتكلفني اثار غاليه، لا مين قال كده؟ يمكن اجيب ورق، اجيب مثلا الوان، اجيب صلصال، اجيب مقص، واوفر الادوات ديت. بره اشجعه ان هو يقرا. تمام، ويقرا ويفكر فيما يقراه، واجيب له الحاجات اللي بتنمي الخيال بتاعه. تمام، اجيب له الحاجات دي كلها، ده كله بينمي الخيال. الابداع بيعتمد بره كبير على الخيال. لو لم يكن هناك خيال لم يكن هناك ابداع. عشان مبدع لازم اتخيل الشيء بعد ما قبل ما يبدا فيه. عظيم جدا اللي حضرتك بتقوله، ودي كانت الادوات المتاحه في اساليب التربيه شويه القديمه، نرجع لورا قبل التكنولوجيا. تمام. التكنولوجيا بقت سريعه جدا. تمام. ومتطوره، وابنائنا حتى في السن الصغيره هم على اطلاع بيها. شايف ده ازاي، وهل ده ساعد في التفكير الابداعي لاولادنا؟ طيب انا بقى من وجهه نظري استاذ طارق شايف ان ده سلاح ذو حدين. التكنولوجيا اما ان تقضي على الابداع او قد تنمي الابداع. احنا للاسف عندنا استخدام سيء او سلبي للتكنولوجيا. بمعنى انا عندي في نطاق العيله اطفال عندهم سنتين ماسكين الموبايل من دلوقتي. الطفل او شاب او الطالب بيسال الموبايل يا استاذ طارق العاب. العاب ومعرفش وكوره والكلام ده كله. لا، لو انا استخدمته في حاجات بتنمي الذكاء او بتنمي الابداع ماشي، يبقى كويس جدا. مثال مثلا في مرحله الطفوله ديت في حاجه اسمها اللعب التمثيلي. يعني ايه اللعب التمثيلي؟ ان انت بتشوف الطفل يتفرج على قصه كرتون على اليوتيوب او كده ويتقمص شخصياتها. ده جميل جدا في تنميه الابداع. ده يمكن استغله في تنميه الابداع. لكن الاقي ابني بيتفرج على حاجات بتشجع على العنف وبتشجع على ما اعرفش ايه والتخريب والكلام ده، لا ده يبقى هيدمر الابداع. يبقى انا بالفعل يمكن استغل التكنولوجيا من ناحيه اللي انا مثلا في مراحل الطفوله المبكره والطفل مثلا ما قبل المدرسه وكده، اللي انا اخليه يشوف القصص، بالذات البنات تشوف القصص التمثيليه الخياليه اللي فيها ام وبنت وصحاب وخيال والكلام ده كله. تمام. طيب نفس الشيء اللي كنا بنشوفها واحنا صغيرين في القصص بتاعت الاطفال. بالظبط، فاكرها اللي هي بتاع الزمان ديت اللي هي ما اعرفش جوحه والقرد والكلام ده كله. دي كلها كانت بتنمي الخيال وتخليك بتعيش في عالم تاني. تمام. طيب بالنسبه مثلا لمراحل اكبر، يمكن لو انا في العاب فيها الغاز دي جميله جدا. كان في لعبه اسمها مثلا هيدن اوبجكت اللي هي الموضوعات او الاشياء الخفيه، يجيب لك كده منظر او شكل كده مطبخ ويقول لك طلع منه الفلوس. طلع منه الكتاب المخفي فيها. دي كلها حاجات يمكن ان تؤثر تنميه الابداع. نعم. طيب انا النهارده المحطات اللي بتخليني احكم على انه العمل ده ابداعي او غير ابداعي ايه هي؟ طيب انا اتكلمت عنها من شويه اللي هي العمله الجده، ان هو يكون عمل جديد لم يسبق ليه حد. تاني حاجه ان هو بيبقى ليه قيمه ومنفعه عند الناس. تالت حاجه ان هو يبقى في مجاله سنوات عديده. رابع حاجه اللي هي الجده والاصاله وتجاوز الايه القيود. تمام. جزء مهم جدا تجاوز القيود دي. بس يكون كمان عمل اخلاقي، وده لازم ناكد عليها. أخلاقية يعني يبقى متماشي مع المجتمع، وكل مجتمع ليه اخلاقياته طبعا. بالزبط. اللي موجوده يعني اي شيء الاخلاقيه الانسانيه، يعني مش بس الاخلاقيات مش خاصه على مجتمع معين، اخلاقيات خاصه بكل المجتمعات. جميل. تمام. يعني مثلا علاج المرضى دوت حاجه ما فيش خلاف بينها من اي مجتمع هنا او هناك او هناك كده. كويس. عايز اروح بقى لجزء مهم جدا برضو، خصائص الطالب المبدع. يعني هل هو المتفوق دراسيا ده مبدع يا فندم؟ موضوع العلاقه بين الابداع والذكاء موضوع شائك جدا في علم النفس. بس في اكيد فروق بين الابداع والذكاء. الذكاء معناه اللي انت يمكن تصل الى حل المشكله، بس الحل ده معروف محدد سلفا. زي ايه
مساله في الهندسه جايبها لطالب ثانويه عامه. كويس. تمام؟ الطالب دوت مساله ممكن تكون صعبه، الطالب الذكي ممكن يوصل لحل ليها. تمام؟ لكن الابداع ده بنسميه في علم النفس تفكير تقاربي. يعني ايه تفكير تقاربي؟ يبقى المشكله ليها حل واحد محدد ومعروف حتى لو انت مش عارفه بس يمكن تصل ليه. لكن في الابداع يمكن اصل الى حلول غير تقليديه وغير معروفه، وده اللي احنا بنسميه التفكير التباعدي. زي ايه؟ لو انا جبت لك مثلا قطعه مغناطيس وقلت لك كون لي منها اشكال، انا كمدرب انا ما اعرفش انت هتكون اي اشكال. فبالتالي الاشكال اللي انت هتكونها بالنسبه لي هتبقى اعمال جديده ومبدعه. صح. يبقى هنا بقى في فرق بين الذكاء وبين الابداع. مش شرط الطالب الذكي يكون مبدع، لكن المبدع قد يكون ذكيا. المبدع قد يكون ذكيا. ورغم كده يمكن المبدع يكون ذكاؤه متوسط ويبدع. واحنا بنشوف في المجتمع بتاعنا ومجتمعات اخرى بعض الفئات الواسطه من الشباب، يعني يكون شاب تعليمه مش عالي وكده، بيبدع اشياء بتوصل الى اختراع حاجات وبيوصل لمراحل من الثراء وتكوين الثروات ووجوده حتى في مكانته الاجتماعيه بيبقى اكبر. بالزبط. لان الحاله الابداعيه عنده اعلى. بالزبط. بخلاف الطالب الشاطر المتفوق. يعني دائما كان او جزء كبير من المتفوقين ليسوا بالضروره ناجحين في الحياه. بالزبط. صح كده؟ بالظبط. جميل جدا كان تخرج كده. يمكن تلاقي شاب تعليمه متوسط وحقق اعمال ابداعيه تخليه مليونير. واحد تاني متفوق جدا وبيطلع الاول وبيطلع كل حاجه كويسه في التفوق العلمي وما يطلعش بيكسب فلوس. تمام. طيب من خصائص الناس المبدعه والطلاب المبدعين بيبقى عندهم ذكائهم قد يكون مرتفعا. تاني حاجه بيبقى عندهم قدره على التخيل زي ما قلت من شويه. بيبقى عندهم حاجه اسمها قدره على تحمل الغموض. يعني ايه تحمل الغموض؟ لو شاف مشكله قدامه صعبه ده غامضه بالنسبه له، لو طالب مش مبدع هيقول لي انا اتخنقت ويقوم يسيبها. لا، الشخص المبدع مش عايز اقول اللفظ يعني ايه، عنده اصرار ومثابره ان هو ما يسيبش الحاجه ديت غير لما يحلها. صح. تمام. بيفضل المسائل المعقده، الحاجات البسيطه لا تثير عنده اي دافعيه واهتمام. الطالب العادي لو شاف حاجه بسيطه والله انا هشتغل فيها دي جميله قوي. لا، المبدع لا ما عندوش الكلام ده. بيفضل ان هو يتعامل مع مواقف المشوشه عشان يصل الى حل لها. بيبقى عنده استار حاجه ثانيه اسمها المرونه. يعني ايه المرونه؟ قدره على التكيف مع الاوضاع المستحدثه او المستجده. الطالب اللي انت بتلاقيه في كل وضع بيقدر يتعامل معاه. تمام. جبت له مثلا ماده معينه قدر يتعامل معاها، حطيته في موقف اجتماعي اخر قدر يتعامل معاه، حطيته جبت له جهاز جديد قدر يتعامل معاه، دي اسمها مرونه. برضك من خصائصه ان هو عنده روح المرح والدعابه. مش شرط الشخص المبدع يبقى شخص كئيب ومكتئب وزعلان، لا، بيبقى عنده روح المرح وفكاهه. كمان بيجمع بين حاجتين متناقضتين اللي هما ايه؟ الانطواء والانبساط. الانطواء بمعنى ان هو بيحب العزله، بيحب يشتغل مع نفسه، بيحب يؤدي، وفي نفس الوقت بيحب يلتقي بالاخرين عشان يوريهم اعماله الابداعيه. كمان الابداع بيعتمد في الغالب على حاجه اسمها الدوافع الداخليه. انا حابب ان انا ابدع. مش شرط ان حد من بره يقول لي هحاول اتصل الى حل المشكله دي. لا، دي حاجه داخليه. طب انا كولي امر او كاب لابني ازاي اكتشف ان هو مبدع؟ يعني ايه المؤشرات بتاعت الولد او الطفل او الطالب؟ ده سؤال مهم جدا يا استاذ طارق، بس عايز وعي من اولياء الامور. اول نقطه زي ما قلت لحضرتك من شويه ان انا الاقي ابني مختلف. اول ما بلاقي ابني مختلف لا ما انهروش ولا اقهره ولا اقول له لا انت ما بتسمعش الكلام وعاقبه. العقاب ضد الابداع. مختلف ازاي؟ مختلف ازاي؟ ان هو يبقى ليه اراء مختلفه. طب هقول لحضرتك حاجه اولياء الامور بيجهلوها في التربيه. الطفل الصغير العنيد هم بيكرهوا طفل عنيد. لا، صح. التربيه وعلم النفس يقول لك ابنك العنيد ده يعني حاجه ممتازه وكنز انت تحافظ عليه عشان ده هيطلع عليه شخصيه مستقله. يبقى هنا الاختلاف معناه اللي هو يبقى ليه اراء مختلفه غير الطفل المطيع. لا، بالعكس، الطفل المطيع المساير او المطيع غير مبدع. غير مبدع. ليه؟ عشان ما بيحبش بيخاف من الاختلاف. هتلاقيه نمطي. بالظبط، بيخاف. واللي انت علمته له هو بيعمله. بالظبط. وده مريح قوي للاباء. مريح للاباء. اصل بص هقول لحضرتك احنا الانسان ربنا خلقه عنده ميل الى الراحه. تمام. انا بعمل حاجه البشير بقى ابني. لكن انا لو عايز اربي صح وعايز اربي ابني مبدع لازم اتنازل عن راحتي.
لازم اضحي عشان خاطره. صح. وهيلاقي ثمره فيما بعد. وكل اللي خرجوا ابنائهم ناجحين كانوا بيتعبوا قوي معاهم. بالظبط. سواء ناجح رياضيا كان بيمارس رياضه بيروح يحضر معاه وما الى ذلك وهكذا كافه الفنون يعني. تلاقي الاب او الام مثلا شغالين طول النهار وابنه عنده تمرين بالليل في النادي ياخده النادي ويروح مستنيه بالساعات وياخده ويرجع تاني وده في تضحيه. لان عنده هدف. بس بيلاقي في الاخر واخد بال حضرتك. دي حقيقه فعلا يعني. وبيفيد بعد كده كانه استثمار. استثمار بالظبط كده. كانه استثمار. استثمار طبعا. طيب لما نيجي نروح للبنيه او البيئه عفوا والذكاء. البيئه بتؤثر في نمط سلوك الطفل؟ اكيد طبعا. هنا عندنا اشكاليه يا استاذ اللي هي البيئه والوراثه. هل الابداع بنتعلمه من البيئه ولا في جزء منه وراثي؟ انا رؤيتي الشخصيه الابداع فيه جزء وراثي، لكن لو ما فيش جزء بيئي الابداع مش هيظهر. في حاجه يعني في مفهوم في علم النفس اسمه العوامل الكامنه والعوامل المفجره. يعني العوامل الكامنه اللي هي الوراثه، اللي انا مثلا ورثت عن ابائي الابداع او القدره او الذكاء المرتفع، تمام؟ لو انا البيئه بتاعتي لم تصل في هذه العوامل او هذه القدرات مش هتظهر. مش هتظهر. لو هي فجرت في هذه العوامل هتظهر. طب هتفجر فيها هذه العوامل ازاي؟ من خلال انا الاقي الوسائل اللي انا اطلع فيها الابداع بتاعي. ان هم يوفروا لي الامكانيات اللي انا يمكن ابدع من خلالها. انا مثلا عندي لقيت ابني عنده ميل للرسم، ما ينفعش احرمه من الرسم. اجيب له لوحه، اجيب له الوان، اجيب له خطوط، الكلام ده كله. يعني حاولنا مع الدكتور تامر الحقيقه ان احنا نبحر في عمليه التفكير الابداعي وازاي ان احنا ناخد بالنا من ثروتنا. لانه انت هتستثمر في ابنك، بتعلمه وبتصرف عليه كويس، فبالتالي عايز يطلع بنجاحات. يعني امور مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور تامر، دايما بتنورنا في مصر جميله وكلام كان غايه في الاهميه النهارده عن تربيه ابنائنا. شكرا جزيلا لحضرتك. بكره ان شاء الله اشوف حضراتكم على الف خير. الى اللقاء.